كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم، ينعاد عليكم دايما بالخير يا رب، وليكم ولأسركم كل السعادة. النهاردة مش هتكلم معاكم في السياسة، هنتكلم في موضوع تاني. أرجو تقبل الكلام بشكل فريندلي، احنا أصلا أصدقاء بنتكلم مع بعض. في ناس كتيرة قوي بتروح المصايف في العيد، بتنزلوا البحر، في حجوزات كتير بتكون في الأوتيلات وفي القرى السياحية. ستيل الحمد لله الناس برغم الضغوط الاقتصادية، لكن في قطاع عريض لسه بيصيف وبيخرج وبيفسح ولاده. بخصوص الموضوع ده أنا هتكلم في بعض الملاحظات. أول حاجة، المصيف أو البحر وخصوصا في العيد أبدا مش هو المكان اللي نصفي فيه خلافات عائلية. يعني انتبهوا كويس جدا، الكلام موجه للزوجات والازواج، انتبهوا كويس جدا ان انتوا بتبقوا قاعدين على البحر، بتبقوا قاعدين حواليكم ناس الى حد كبير بتنتهزوا فرصة ان انتوا خرجتوا بعيد عن البيت، فبتبتدوا تتكلموا في مشاكل عائلية. طبعا الناس اللي حواليكم بتسمع مش مشكلة، لكن الاهم من ده كله ان انتوا رايحين تغيروا وقت، رايحين تتبسطوا. مفيش داعي ابدا ان يكون في احتقان، مناقشات سخيفة، الناس تضايق بعض، تعاتب بعض. استغلوا الفرصة، احنا رايحين نتبسط علشان ده عيد، احنا رايحين بنعيد. مفيش داعي ابدا ان احنا نستغل الفرصة دي ان احنا بعدنا عن البيت علشان نتعارك برضو ونصفي خلافاتنا قدام البحر. فيعني حقيقي حرام. الكلام ده موجه للأزواج وللزوجات، لأن نفس الاتيتيود بيحصل، انت بتبقى قاعد على البحر وبتسمع في تراشق بيحصل ما بين الراجل وزوجته. رقم اتنين، والكلام موجه للسيدات، البحر والأعياد وتجمعات الأهل أبدا مش هي المكان اللي تربي فيه ابنك أو بنتك خالص. الكلام ده تعمليه في البيت إن شاء الله لما تروحوا بينكم وبين بعض، لكن as long as إن انتوا في عيد وفي تجمع عائلي، اي اخطاء هيعملها ابنك او بنتك رجاء التعامل معاها بسيطرة على انفعالاتكم. الولد وقع هدوم، الاكل على هدومه، طفل رجع، بنت زعقت، كبت حاجة، لطشت حاجة على الترابيزة، الحاجات الظريفة اللي بيعملوها الاطفال ده مش مكان ابدا انك قدام الناس في اوتيل على البحر في وسط تجمع عائلي انك تربي ابنك تقولي له انت المفروض تعمل كذا او دي نعمة ربنا او الكلام ده في البيت يا ماما ما ينفعش خالص قدام الناس، ولا في العيد ولا في التجمعات. اتبسطوا واتمتعوا وخليكوا سلبيين واي حاجة تحصل ولا كأنكوا شايفين حاجة. رقم ثلاثة للرجال بقى، لما انت تبقى قاعد على البحر وزوجتك معاك او انتم متجمعين كعائلة بتحتفلوا بالعيد في مكان في مصيف، ده مش المكان المناسب ابدا انك انت تقعد ومراتك قاعدة جنبك، انك تعلق واحدة ست، انك تقعد تبص لها من تحت لتحت او الكلام ده كله ما ينفعش خالص. الكلام ده غلط صح مش موضوعنا، بس ده ممكن تعمله لوحدك في اي وقت تاني، لكن as long as ان انتوا في تجمع عائلي وستات قاعدين ومراتك قاعدة وفي عيلة، فده مش وقت خالص انك تعمل نشاطك الظريف، ما ينفعش الكلام ده خالص. نفس الموضوع برضو بوجهه لبعض السيدات، احنا مش بنتكلم في تقييم هذا الموقف كخلق، ولكن البحر والتجمعات العائلية ليست هي المكان المناسب للأنشطة العاطفية. تمام، ده عيد وده تجمع عائلي وده بحر، لازم كل واحد يحترم الناس اللي موجودين معاه، وده بكلام بوجهه بشكل خاص للرجالة. احترم الست بتاعتك اللي قاعدة جنبك، احترم ناس من عيلتك اللي موجودين، خليك كده جانتي واحترم ان ده جو عائلي، وسيب الناس تستمتع بيه من غير خدش حياء لسيدات تانيين قاعدين على البحر. دلوقتي هكلم السيدات، البحر والمصيف والشاطئ والمطاعم والكلام ده مش كارنفال علشان تلبسي فيه ذهب كتير، ما ينفعش. انت مش رايحة فرح او مش رايحة يعني مناسبة تستعرضي فيها ما تملكين من المجوهرات او الذهب. البحر دايما هو المكان اللي احنا بنلبس فيه حاجات بسيطة جدا، بنحط فيه مكياج لايت قوي قوي، ومش ده المكان ابدا اللي تروحي متسيغة والطريقة دي يعني حاجة بصراحة
يعني ده مكان مش مناسب، حتى انتي من نفسك حاولي انك انتي تفكي من الشكل التقليدي بتاع حط مكياج كتير، ولان الواحد بيشوف بصراحة حاجات صعبة جدا، مكياج تقيل جدا، نوعية لبس صارخة، يعني نشوف احنا هنلبس ايه فين. الذهب تسيبيه في بيتك او تحافظي عليه في مكان انت رايحه المصيف بحاجات خفيفه جدا، حتى عشان لو حاجه ضاعت ما تزعليش عليه. احنا موجودين بره بنروح مصيف وبحر بنشوف حاجات كتيره قوي، ناس لابسه مايوهات و و و، لكن الواحد ما بيتخدش حياءه لانه ما فيش ابتذال. هنا شويه بلاحظ في مصر ان الشباب والبنات والسيدات لما بيلبسوا مايوهات او كده بيبقى في حته فجه، يعني احنا مش في موقع ان احنا نتناقش تلبس ايه وهي نازله او ما تلبسش ايه، دي حاجه ما تخصناش ان احنا نقيم سلوك الناس، دي حاجه ملناش دعوه بيها لان احنا بنحترم الحريات. لكن الطريقه الفجه انك تستعرضي جسمك او انك تستعرضي، يعني حاولي دايما تفهمي ان ده مكان للبحر مش مكان انك تعملي شو اب يعني مش كده. يعني ما الناس بره بيلبسوا مايوهات وبينزلوا، لكن كل واحد اولا لا بيجرحهم ولا هي بتبقى ماشيه بغرض انها بصوا عليا انا عامله ايه. يعني الطريقه الفجه دي، البحر طول عمره مكان للمتعه وللانبساط وبيكون في عائلات وبيكون في زوجات وبيحصل ارتباك، فحاولي دايما انك انت مهما انت بتلبسي بتراعي دايما ان انا بلبس ده لنفسي، انا بحب البس كذا، مش علشان تقعدي تعملي شو اب او الطريقه دي حقيقي بتبقى جارحه وبتعمل ارتباك لكل المحاطين. انا بتكلم كلام واقعي وده بيحصل، واللي مش مهتم بالكلام ده او يعني في ليفلز كتيره لا يعني الكلام ده بيحصل وبيبقى مزعج كتير قوي. نفس الموضوع برضو للناس اللي بيروحوا الشاطئ، دايما يكون يا جماعة أرجوكم لازم يكون في كيس بتتحط فيه كل القمامة بتاعتكم. مفيش حاجة اسمها ان انا ادي الاكل او حاجة بسكوت او لابني يطلع بيه على البحر ويرمي الكيسة. احنا خلاص دلوقتي في وقت ان احنا لازم نعلم ولادنا يا جماعة لازم الكيس، كل عيلة بيبقى فيه معاها كيسة، مش تقوم وتسيب المكان ده. لا احنا عندنا ثروات طبيعية جميلة جدا ولازم نحافظ عليها، ولازم يكون في سلوك حضاري في اي قرية في اي بحر في اي شاطئ سواء رخيص او غالي، هو ده السلوك، لازم يكون في كيس اللي بنجمع فيه القمامة بتاعتنا. تمام، ده كل الكلام اللي انا عايزة اقوله، هو ده اللي بيحصل. الناس بتروح البحر في الاعياد بما اننا في الصيف، تقضوا وقت سعيد، اتمنى لكم تتبسطوا كتير، انتهزوا فرصة السعادة، اسعدوا الناس اللي حواليكم، اتصلوا بالناس كلها اللي بعاد عنكم، عيدوا عليهم ودوهم حتى ولو مكالمة كده، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يسعد أوقاتكم كلها، وعيد سعيد عليكم وعلى أسركم وأبنائكم، ويا رب الخير كله لمصر. وإن شاء الله مستنيين زي قبل العيد ما كان في خبرين، الإفراج عن محمد أكسجين، وكمان امبارح أحمد محيي الصيدلي أحمد محيي اللي وقف في التحرير. ألف مبروك، حمد لله على السلامة ليكم، ومبروك رجعتكم لبيوتكم واحتفالكم بالعيد وسط أهاليكم، منتظرين كالمعتاد على العيد بيكون في إفراج عن مجموعة من المعتقلين. يا رب نسمع أخبار كويسة بعد الحزن اللي كان الكام يوم اللي فاتوا. استمتعوا بالعيد، عيد سعيد عليكم يا رب، وأشوفكم دايما على خير.